أشاد الحجاج الكويتيون بالجهود الجبارة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من كافة الأجهزة المعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرم. نعم، وشدد الحجاج على أن المملكة تسطر عاما بعد عام أروع الأمثلة على الجهود والخدمات اللافتة والاستثنائية لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واصل ضيوف الرحمن من الحجاج الكويتيين اليوم التوافد إلى مكة المكرمة استعدادا لقضاء يوم التروية في مشعر منها الطاهر يوم غد إذانا ببدء مناسك الحج. بفضل الله تعالى وصلنا اليوم إلى الديار المقدسة وإلى بيت الله الحرام، وننتظر إن شاء الله بعد قليل أداء مناسك العمرة وانتظار الحج. وكانت الرحلة بفضل الله ميسرة وسهلة، والإجراءات من قبل الحكومة السعودية الشقيقة إجراءات رائعة جدا، حتى الإجراءات في مطار الكويت كانت على صورة راقية وصورة حسنة وسهلة. عسى الله يتقبل من الجميع. الحمد لله اللي من علينا بالقبول في حج عام 1444 هالعام هذا، ونشكر طبعا بعثة الحج الكويتية، ونسأل الله القبول لنا ولجميع الحجاج بإذن الرحمن، وإن شاء الله أن الأمور سهلات. واليوم وصلنا، اللهم لك الحمد، وجميع الأمور سلسة، وبإذن الله نكمل عمرتنا إن شاء الله، ومن ثم إجراءات الحج كاملة بإذن الله، ونتمنى من الله القبول لنا ولجميع الأخوان. السلطات السعودية سمحت لمليوني حاج بأداء فريضة الحج هذا العام وسط تنظيم محكم، حيث أعدت الكثير من المرافق الخدمية والصحية والتجهيزات الحديثة لتلبية احتياجات الحجاج، مؤكدة حرصها على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نشكر السلطات السعودية على تيسير الحج في هذا العام، وفي كل عام نجد السهولة والتيسير في جميع الأمور. وأشكر في الحقيقة بعثة الحج الكويتية كانت وما زالت وستزال يعني خير معين ومسهل لجميع الحجاج الكويتيين. واليوم الحمد لله تشرفنا في زيارة المملكة العربية السعودية للحج، أداء مناسك الحج في عام 2023 بإذن الله، والحمد لله تم وصولنا هذا اليوم للفندق، وبإذن الله نأدي مناسك الحج. ويستقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر من الطاهر لقضاء يوم التروية غدا، ثم يبيتون فيه قبل أن يتوجهوا فجر يوم بعد غد إلى صعيد عرفة الطاهر ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا ركن الأعظم من أركان الحج. لا يزال حجاج دولة الكويت ينتظرون بلهفة وشوق أداء مناسك الحج. عيد الرشيدي، موفة تلفزيون دولة الكويت، مكة المكرمة.